كنا متخيلين ان اجهزه الدوله دي مهتمه بشان تنموي محدد. اول ما اطلقنا رغبه الدوله في تنميه هذا المشروع واطلاق كمشروع سياحي، يعني اندفعت كل اجهزه الدوله كلهم فيما يخص بانه يحط الانبوت بتاعه، ان هو يحط تدخله واستعداده الكامل. المشروع يا فندم دون بيثبت فعلا ان الجهات الوطنيه عندما تتوحد على تحقيق هدف قومي بينجح هذا الهدف، وهو ما حدث في العائله المقدسه. وزاره السياحه والاثار لعبت دورها المخطط صاحب الفكر التنموي للمشروع والمشغل السياحي. وزاره التنميه المحليه كانت منسق قوي جدا ما بين وزاره السياحه والاثار وما بين المحافظات اللي بيمر فيها المسار. جهاز التنسيق الحضاري قام بتدقيق العناصر المعماريه وفقا للمخطط الاستراتيجي لوزاره السياحه. وبين كل هذه الجهات كانت القاسم المشترك الكنيسه القبطيه، الكنيسه الاصيله، الكنيسه الوطنيه اللي كانت مرجعيه دينيه وتاريخيه لينا كلنا وموجه للانتقال من نقطه الى اخرى. ده اثبات علني ان تضافر الجهود يحقق هدف قومي وفي وقت قياسي، رغم يعني تقديرنا لان الناس متشوقه انها تخلص المشروع بدري، لكن احنا كمخططين متخصصين بنقول ان هذا الوقت كان وقتا رائعا، والحمد لله المشروع خلاص بيوشك على الافتتاح باذن الله. مهندس عادل، كلام حضرتك بيديني طعم زي طعم حياة كريمة وزي طعم كل المشروعات القومية الضخمة في مصر دلوقتي اللي بقت. قبل كده كان عندنا تعدد جهات الولاية على الأرض، أصل دي تبع الأوقاف، لا دي بتاعة المالية، ما تجوش جنب دي بتاعة التعليم، المنشأة دي تبع الثقافة. دلوقتي بقت الجهات هي اللي بتسعى زي ما حضرتك تفضلت. وأسعد ما في إجابة حضرتك الأخيرة إن أنت طورت التنمية لأصحاب المكان اللي عايشين. كان ممكن جدا تروح هاشش الناس وموسعهم وعامل حاجة نظيفة للسايح بس، ودي تجلب علينا نقمة الناس الغلابة اللي عايشين حوالينا، لكن انت طورت ونميت المكان. هل التنمية دي كان فيها شيء من المشروعات الصغيرة صاحبها شيء من التوعية بندوات او بلقاءات مع الشعب، ازاي يبقى احتكاكنا المباشر مع السائح في المكان دوت؟ كلمني اكتر عن النقطة دي لو سمحت. طيب، هو انا مبسوط جدا وحضرتك رائع في سرد الحوار وكانك بتنقلني من نقطه الى اخرى وفقا للاستراتيجيه تماما. النقطه اللي حضرتك بتتكلم عليها دي هي نقطه كيفيه تاهيل المجتمعات المحليه لخلق فرص العمل للسكان. أيوة. ودي المرحله اللي احنا اشتغلناها وعملنا ما يسمى حاجه اسمها TNA اللي هو Training Needs Analysis، الاحتياجات التاهيليه للمجتمع المحلي علشان نؤهله لممارسه الانشطه السياحيه للاستفاده من عائد المشروع. واللي حضرتك بتقول عليه ان احنا ما بنشتغلش ضد المجتمع او ممكن ننفذ المشروع ونطرد الناس، لا طبعا، لان الهدف النهائي الاسمى للمشروع ان انا افيد المجتمعات المحليه ويبقى السبب هو مشروع العائله المقدسه، ما هوش هدف في حد ذاته. انا بستخدم هذا المنتج السياحي علشان اوفر دخل محلي للسكان المحليين بالعمله الصعبه في مكان انتاجهم، بستخدم هذا المشروع السياحي علشان فعلا اعمل لمصر او اعكس الصوره الحقيقيه لمصر، الصورة الحقيقية اللي هي دي أرض ومهد الحضارات والتي انصهرت فيها كل الأديان، واللي بتدي الصورة الحقيقية أمام المجتمع الإنساني كله أن هذه البلد مستقرة وآمنة. البرنامج التدريبي بتاع التأهيل تم إعداده، الاستراتيجية انتهت، بدأنا من السنة اللي فاتت على طول، لأن احنا كنا بنعمل ما يسمى أوفرلاب، يعني قبل ما تنتهي المرحلة بنخش عليها بالمرحلة الجديدة، بنعمل أوفرلاب حوالي سنة. انتهى المخطط والاستراتيجية، بدأت الاستراتيجية التنفيذية، ثم الاستراتيجية التسويقية ووضع المشروع على أجندة الرحلات، ثم تأهيل المجتمعات المحلية للاستفادة من عوائد هذا المشروع. مرحلة جديدة بقى قبل ما حضرتك تسألني عليها، لأن واضح إن حضرتك هتسألني لأنك دارس الموضوع كويس، المستثمرين، ما هي الاستثمارات؟ هي دي المرحلة اللي بدأت دلوقتي، إن إحنا بدأنا نعمل مخططات استثمارية تطرح للاستثمار على أو في حول مواقع العائلة المقدسة. قطعنا فيها حوالي 70%، خلصنا المخطط الاستثماري وجاهز للطرح على المستثمرين في منطقه الفرمه، خلصنا المخطط الاستثماري للمنيا جبل الطير، خلصنا المخطط الاستثماري لاسيوط عند دير المحره، ودلوقتي نحن في منتصف الطريق لاعداد مخطط استثماري في مناطق وادي النطرون وخصوصا حوالين منطقه نبع الحمراء او بحيره نبع الحمراء، ودي منطقه استشفائيه علاجيه روحانيه. حددنا الاشتراطات بتاعت المنشات اللي هتطرح، كلها لازم تكون فنادق بما يسمى ايكولوجي، منتجع بيئي متوافق مع الرحله تاريخيا وسياحيا. لما ننتهي من دون يبقى احنا مهدنا الطريق، لا
دخلنا المستثمر الخاص، خلقنا فرص عمل متناهية وصغيرة متوسطة للسكان المحليين، وده المعنى الحقيقي لمشروع قومي بكل جوانبه وكل انعكاساته.